والله الحمد لله سمعت صراحه قصتك كيف انك جيت من اخر الدنيا عشان تسلم علي وهذا شيء جدا يشرف والله اكيد اكيد يشرفني ويشرفك بعد ان شاء الله حبيبي اكيد اكيد الحين لازم اعطيك لازم اعطيك حضن اجي بدون ما اعطيك حضن كيف اليوم فالنتاين ايوه اوه حلوه طيب ريلي نيجا لا عادي عادي فالنتاين اخوي فالنتاين اخوي اخوي يا حبيبي والله يعني انت اسوي يعني على كيف وصلت لابو فله وكيف رحت حضنته؟ هذا المقطع راح اقول لكم السر اللي خلاني احضن 30 مشهور. اخذ معايا 41 يوم عشان اوصل لابو فله، زي ما تعرفوا هذه السلسله وصلت قرش واحد لابو فله ب 41 يوم. ليه ما حطيت لايك وليه ما اشتركت؟ اشترك يا ولد اشترك، ايش قاعد تسوي؟ لا والله كذا الحال والله الحمد لله تمام، والله كل شيء تمام. اهنيك على الاستمرار كيف صحتك؟ والله الحمد لله تمام. هذه نسويها لازم احضنك، انا الحين مسوي سلسله لازم احضن 30 مشهور وانت اول واحد. لا والله والله جيتك من اخر الدنيا والله يا يا حبيبي يا حسين الله يسعدك ان شاء الله هذا الانسان حيكون شيء قوي في المستقبل يا حبيبي الله يسعدك شكرا مره يعطيك العافيه حسين بن محفوظ كان يا عيال شخص مرة عسل كنت بنفس الوقت من السلسلة حقت القرش الواحد اللي حاول اوصله ابو فله رحت عنده قلت له حسين انا قاعد اسوي كذا 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 قال لي ابشر وضبطني يعطيه الف عافية فكان الناس هذول عسل هذول الشخصين اللي حضنتهم في دبي هلا شباب احنا ما اهلا كيف حالك؟ اعطيني احلى هبل كيف حالك؟ انا بصور مقطع اسحب في المقطع ايوه اشرب الدوري ايوه فلفل لا نسلم عليك يا الله مع السلامه يا انت الحلو يا حبيبي حبيبي زلمه جاوب على اسمك زلمه جاوب على السؤال دقيقه سؤاله اول سؤال متى راح احضنك واصور المقطع عرفت مين انا تعال هسه الاحلف ارسل لوكيشن اقسم بالله اجي الحين اشرح للناس ايش عم تعمل انت مسوي سلسله في اليوتيوب لازم احضن 30 مشهور حضنت ابو فله وانا بحين بعمان لازم احضن 25 مشهور باقي لي هل راح يكون منهم ابو الوس تابع المقطع عشان تعرفه مقدمه هسه ابعث لك لوكيشن يلا انا جاي مع السلامه اظني وصل وين شباب انا بالشارع ايش برد وين وسام يا جماعه هذا وصل اي جد انت رقم 6 مين قبلي 6 قبلك هلا والله كيف هذا من شيء هلا هذا نحسبه انت السادس هذا الكام ايش تبغى تقول بحب احكي لكم انه الزلمه هذا مثابر جدا ضايل لك هسه 24 مشهور ايوه ايوه بس 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 تعال 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 200 الحين حسبنا باقي 3 سلسله اول شيء السلام عليكم الحين نحضرك اول شيء نحضرك بدنا نفهمك هذا حضننا اول مال يلا فا الله يا الله في كاونت هيك طلع فوق ايوه الحين طين حبيب قلبي حبيبي يعطيك العافيه وسام قطب كيف وصلت لوسام قطب وبعد ما خلصنا المكالمه بالديسكورد ارسل لي اللوكيشن وانا ايش سويت على طول دزت عنده البيت ورحت حضنته وبعد ما حضنته الله يعطيه العافيه ما قصر ضبطني مع مليون واحد زي ما شفت في المقطع اللي ما شافه صباغ عمر رمال احمد العمري كذا كان وسام جزء من هذا والله يعطيه العافيه زي ما تعرف انه نشر القناه ومنورين كل اللي جو من عند وسام هلا والله كيف الحال والله الحمد لله تمام عادي يا رجال والله الحمد لله الله يسعدك الله يسعدك كيف الحال ايش حاب تقول لكم انا حاب اقول لك انه انت زلمه كثير كثير محترم وانا كثير بتاسف لك قلت لك بكره وبعده طيب المقطع اللي بعد زي ما شفتوا كان احمد الشايب بعدين اكثر من مشهور طبعا احمد الشايب زي ما شفتك وسام ضبطني اياه وكل شيء بعدين المشاهير هذولي كان في ايفنت يا عيال بفندق تمام فانا ايش قلت بروح الايفنت هذا وبجرب حظي اذا جوجو واحد بس واحد انا احب اقول احب
يا حبيبي يا عارس حبيبي الله يسعدك هذا حق ثاني يا حبيبي يعطيك العافيه ايش تعمل احضن 30 مشهور يا حبيبي فوسام قال لي اني احضنك حبيبي 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 من النص وباقي 15 واحد طيب يا عيال الحين قولنا احمد والله اكون انا قديش رقمي 15 ال15 المفضل عندكم اكيد حلق يا حبيبي والله شكرا كثير اعملوا لايك وسبسكرايب اعطيني الهق يا حبيبي انا رقم ايش انت الرقم 18 والله انا 13 اعطيني هق انا 19 يا حبيبي هاي كمان واحد يا عنده انا واحد من اصحابي يا حبيبي الله يسعدك صاروا 20 حلو 19 واحد فهذا الشخص ال 20 الله يعطيك العافيه خلينا نحضر كل شخص 20 الله يعطيك العافيه كثير حبيبي الله يعطيك العافيه والله احلى حاجه يا حبيبي الله يسعدك كل شيء على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب للقناه وما تنسوا اللايكات تمام يا حبيبي حلوين الحين عبد المشهور 22 طبعا حنحضنه كيف حالك كيف حالك يا حبيبي الله يخليك اعطينا احلى حاجه يلا طبعا يا حبيبي يعطيك العافيه جميعا والله شكرا لي 30 مشهور يلا اشتركوا في قناته ايهم منتصر ششتروية وناس كثير وبعدين جاء احمد ابو الرب وسلمنا عليه وحضناه وكان جزء من هذه السلسلة الله يعطيه العافية بعدين كان في ناس زي ما شفتم مرة كثير حضناهم وكذا يكون تقريبا حضنا 21 مشهور السلام عليكم كيف الحال هلا والله هلا حبيبي هلا احلى حضن يا حبيبي شو الاخبار الحمد لله تمام شو البديات الحلوه والله والله ايش تبغى تقول المقطع الجماعه هذا الشاب طاير تابعوه لانه بيستاهل انه بتعب حاله بيحب الشيء اللي بيعمله يا حي الله يسعدك يا عمر فهموش طبعا هو بتعرف ايش هو سعودي ولا هو اردني ولا غريب عرفت بس الميكس حلو الله يسعدك شكرا الحين انت تكون الشخص 23 كيف حالك ساره؟ ان شاء الله كل شيء تمام اهلا هاند شيك الحين اسمع اهلا مسوي سلسله لازم اعطي هاند شيك او احضن 30 مشهور فانت الحين الرقم ال 24 فايش حابه تقولي اليوتيوب؟ احب رقم اربعه والله 24 والله انا يعني الهاند شيك هذا هاند شيك دعوني قويا كذا دن كذا دن خلاص ثبتناها يعطيك العافيه رقم 24 رقم 24 شكرا زي ما تعرف حضرنا 25 شخص باقي 5 اشخاص والحين راح نحضن الشخص 26 ف هلا والله هلا بالشباب هلا والله هلا والله هلا ايش حاب تقول لهم؟ عطني منعيش بالزعتر والله يعطيك العافيه يا عيال زي ما تعرف الحين حضرنا مليون واحد فالحين راح نحضن شخص 26 ف انا كنت 26 اسمع ما عليك انا 27 انت 27 كنت ليك على 27 يا شباب ايش تبغى تقول اليوتيوب؟ لايك شير سبسكرايب زي ما تعرفوا جينا من دبي والحين احنا في الاردن هلا والله كيف الحال؟ السلام عليكم هلا والله كيف حالك؟ ايش تبغى تقول اليوتيوب؟ هلا 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 والله امسك هذا يا عيني يا عيني عملتوا لايك ولا لسه؟ عملتوا اشتراك؟ ست ضايل؟ ست ضايل من اصل 30 والله وحش حطون والله كفو انا ابغى احضنكم تكون واحد السؤال قوي انت أيوه. كيف اقنعتهم انك تحضنهم انا هذا الشيء مش فاهم اسمع رحت عندكم قلت السلام عليكم شباب انا مسوي سلسله احضن 30 مشهور بقول لهم اول واحد حضنته ابو فله فبقول لي اوكي اثنين ثلاثه بدك اعملها قدامك هي سوي اتحدى اها لا والله شو كيف انا مش زغلول شلت اخوي انا مش زغلول بس عادي 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 تعالي طيب الحين نعطي حضن تمام هيك تمام كده هيك ضايل لك خمسه صح؟ اكيد ضايل لي خمسه بس انا عندي سؤال صغير انت بعد هاي السلسله ما تخلص ايوه ايش ناوي؟ في فكره راح تفجر الدنيا ايش تبوس المشاهير؟ قلت يا شباب وين في اكثر مكان يمديك تلاقي فيه مشاهير؟ شركة عمر حميدات فقلنا بسم الله ناخذ الكاميرا ونخش عندهم وانا وحظي لقيتهم والحمد لله لقينا عمر حميدات لابس سارة وعمار نجار وناس كثير وحضناهم بعدين رحنا عند زغلول لما رحنا عند زغلول حضناه والله يعطيه العافية عطانا تحدي والله ما في الا هو يقدر يسوي وكذا كان باقي لي ثلاث مشاهير واحنا الحين رايحين نحضن المشهور رقم 27 احنا وصلنا المكان بعدين سلاك اشتراك
واتوقع هذاك هو. اي 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 حبيبي نسلم عليك يا حبيبي. ايش بتقول اليوتيوب حبيبي القلب يا باشا؟ يا حبيبي الله يلازم تعبان. وكذا يكون يعطيك العافيه حبيبي قلبي يا حبيبي. يا حبيبي كذا دن والله سلسله نوره. لا بعمل سلسلة بوس المشهورة. جبنا العيد شباب. كد كد. وهذه الرسمة اللي شايفينها هنا مكتوب سعد وهنا مكتوب ناجي. فالرسمة مبدعة. فالحين بنسوي شيء. شباب ناجي اللي قاعد تشوف المقطع انا اسف بس. الفن انا راح اسوي واحدة وانا مغمض. ايش هذا؟ جبت ام العيد. صوت رقم 6. خلينا نكتب اسمي. ما ادري اذا واضح ولا لا بس اذا الزبده كتبت اسمي. يا عيال زي ما تعرفوا انا الحين وصلت المكان ووصل الناس اللي راح احضنهم فراح اخش عليهم بالسوبر ماركت وان شاء الله نلاقيهم ان شاء الله ان شاء الله. فبسم الله. السلام عليكم. سلامة. كيف الحال حموده؟ ان شاء الله كل شيء تمام. اسمع انا يوتيوبر مسوي سلسله. فكره هذه السلسله لازم احضن 30 مشهور وانت المشهور 29 فعادي احضنك. يا حبيبي يعطيك الف عافية. الحين ايش تبغى تقول اليوتيوب؟ دشلت في السلسلة هاي. يعني تقييم لي شهرين. والله قوي قوي جدا قوي. يا حبيبي كم واحد ظل لك؟ باقي واحد المفروض يكون ناجي الخاف. تعرفوا الناجي؟ بدك ناجي؟ ايوه بدي ناجي. تلاقيه هسه قاعد عند الثلاجة جوا. قاعد عند الثلاجة جوا بياكل بس 24 ساعة اكل. خلينا ندور. اوكي شكرا حمودة. هلا والله حبيبي. خلينا ندور ناجي. هنا الثلاجة. مثل المشاهد زي ما شفتوا كان ناجي القاق محمد مروان وحمودة رحنا عندهم ونهيتها. واللي سألني ايش سالفة ابو فلة يعني لما حضنت ابو فلة. ناجي الو يا ناجي. لا وين ناجي يا يعني هنا الثلاجات ما في ناجي. وين ناجي؟ ها ناجي كيف حالك؟ ايش تسوي؟ انا مسوي سلسلة لازم احضن 30 مشروع. انت مين؟ انا ريان شديد مسوي سلسله. هذه فكره السلسله انه احضن 30 مشهور. فانا بديت مع ابو فله وابو فله قال لي لازم احضن فانت المشهور رقم 30. مين قال لك عندي انا موزع احضان؟ اذا لازم احضنك عشان ابو فله. يعني ابو فله يعني قال لك انا بحب احضن شباب. اذا لازم اجي احضنك وابو فله قال لي لازم احضنك. بس ليش بدك تحضرني؟ احضن حضن اخوي. حضن اخوي. حضن اخوي. عادي متاكد؟ يا حبيبي ناجي يا هلا يا هلا. كذا يكون خلصنا السلسله. وحد الله 30 واحد. انت مشهور 30. انا اخر واحد لقيتني. اخر واحد انا حضنت. حضنت واه حضنت بس كثير. حضنت نور ستارز. لا لا بنات بس بسلم عليهم. عديتهم؟ ايوه بسلم عليهم. لا ما بزبط. لازم تحضنها. لا 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 هو الحضن لمين اخترعوه؟ الحضن للحضن. حضن اخوي. الام لابنها؟ ايوه. او الحبيب لحبيبته. البنات ما بزبط لانهم اخوان يعني نعتبرهم اخوان فنسلم عليهم. اخوان طب حضن ناجي وحضني انا شو هذول اخوان انت تكون الوان. ما بضبط تحضني وما تعم. هاي كمان عوره. خرب. خلص خلصوا ال 30. ايوه خلاص بدك تعملهم 31. ايوه يلا هذا الزلمه بده يحضرك. لازم اعطيك حضن. اسمع انا لازم احضرك. تعال مش لازم تعرف. تعال اعطيني حضن. تعال لخايف. تعال ليش خايف؟ مش عارف. اسمع حبيبي يا حبيبي يعطيك العافيه يا حبيبي. بمناسبة انه وصلنا 30 واحد نجي راح يعزم كل الناس على حساب حموده. خلاص يلا احنا ناخذ الكرتونه ولا نوزع؟ لا ناخذ كرتونه. ايش حموده؟ وزع 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 ما تاخذش الكرتونه. نعزمه. لاحظ؟ لاحظ؟ اعطيني الشنطه. اعطيني الشنطه. يكون حضننا 30 مشهور. حاب اقول لكم انه ما في شيء مستحيل. قد ما تقدر قد ما تتعب راح تسوي الشيء. اذا حطيت الشيء هذا براسك راح تسويه. يعني انا بديت من سلسله لقرش واحد وصلت لابو فله لما بديت 30 مشهور لي شهرين قاعد احاول اصورها. فاي شيء يمديك تحطه براسك راح تسويه وتوكل على ربك واقسم بالله ما في شيء مستحيل. قال لي لازم تروح تحضن ناجي القاب. انا قلت له ابشر. وناجي كان مره عيال عسل الله يسعدهم كلهم ال 30 شخص هذولي. معليش اذا ما ذكرت اسماء. يعطيكم الف عافيه على المشاهده. شكرا لكم على المتابعه. لا تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم ريان جديد وسام قطب صباخ. طمني عنك مشان الله.
شوخنا طانش شوخنا طانش.